بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جايه من حلقات المصرف. النهارده هنتكلم في اكتر من موضوع، اولهم هو اجتماع لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي وايه القرار اللي وصلوا له بالنسبه لمعدلات الفايده عشان الفتره القادمه، وفي بعض الاخبار وتصريحات بخصوص الجنيه المصري واخبار عن الاقتصاد المصري، وايه اللي وصل له الذهب والانخفاض اللي بيحصل فيه عالميا، وايه القرارات او الاخبار الجديده الخاصه بالذهب على المستوى المحلي. اول حاجه هنبدا بيها هو اجتماع لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي اللي قررت تثبيت معدلات الفايده عند مستوى 18 وربع للايداع لليله الواحده و19 وربع للاقراض لليله الواحده و18.75 سعر الائتمان والخصم. الايداع لليله الواحده والاقراض لليله الواحده والائتمان والخصم دي تعاملات البنك المركزي مع البنوك والبنوك ما بينها وبين بعضها، وده بيبقى سعر استرشادي للبنوك لتحديد اسعار الفايده بالنسبه للعملاء بتاعتها. القرار البنك المركزي جاء للمحافظه على معدلات النمو اللي تم تحقيقها حتى الان واللي في الفتره المقبله ان شاء الله، وعلشان لاحظ ان الضغوط التضخميه العالميه ابتدت تقل شويه نتيجه للسياسه التشدديه للبنوك المركزيه على مستوى العالم، والاختناقات اللي موجوده في سلاسل الامدادات هديت شويه، وان القرارات اللي بيتم اتخاذها بتبقى بناء على التوقعات بالنسبه للفتره المقبله مش بناء على معدلات التضخم السابقه. ده بالنسبه لقرار البنك المركزي النهارده. الاجتماع القادم بقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي هيكون يوم 3 أغسطس القادم إن شاء الله، وهنتكلم مع حضراتكم ونتابع الدنيا ونشوف إيه التوقعات بالنسبة للاجتماع القادم. بس مبدئيا كده في بعض التوقعات صدرت بالنسبة لمعدلات الفايدة في النصف الثاني من عام 2023. أولها من وكالة ستاندرد أند بورز اللي توقعت إن يحصل رفع معدلات الفايدة في النصف الثاني من عام 2023 بحوالي 300 نقطة أساس أو 3%. ده نتيجة إن هما بيتوقعوا إن يحصل رفع في أسعار الطاقة والكهرباء في الفترة القادمة، وده هيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، فده بيستدعي إن يحصل رفع لمعدلات الفايدة ب 300 نقطة أساس. وبالمناسبة دي برضو خلينا أقول لكم على حاجة، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان في زيارة لوكالة ستاندرد أند بورز من أسبوع بيعرض عليهم اخر الاخبار وتطورات الاقتصاد المصري. في رايي الشخصي انا شايف ان دي حاجه جيده جدا، ان بدل ما المؤسسات دي بتصدر تقارير وتصنيفات بناء على توقعات وبيانات غير صحيحه او سليمه او مجرد توقعات من عندهم، ان يتم مناقشه ده معاهم وان احنا نمدهم باخر البيانات والتطورات بحيث ان التصنيفات والتوقعات بتاعتهم تصدر باساس سليم وبشكل سليم. الجهه الثانيه برضو اللي توقعت رفع معدلات الفايده في الفتره القادمه هو دويتش بانك اللي صدر عنه تقرير وقال ان اي خفض للجنيه المصري في الوقت الحالي هيجيب نتائج عكسيه وانه هيرفع معدلات التضخم وانه مش هيفيد في الوقت الحالي، فلازم ان يحصل تدفقات لسيوله دولاريه الاول قبل اي نوع من عمليات خفض الجنيه في الفتره القادمه، وانه توقع ان يحصل رفع معدلات الفايده ب 300 نقطه اساس او 3% زي وكاله ستاندرد اند بورز بالظبط. نيجي بقى نتكلم على ايه اخبار الجنيه المصري وايه اللي بيحصل فيه. اول حاجه هنتكلم عنها هي العقود الاجله والمشتقات بره مصر. المستوى العقود الاجله عند 3 شهور كان بيتم تداوله في مستويات اعلى من 40 جنيه، النهارده بيتم تداوله عند مستويات 33 جنيه. بالنسبه لمستويات عقود الاجله بعد شهر كان بيتم تداولها عند مستويات ال 35 جنيه، النهارده بيتم تداوله عند ال 31 جنيه ونص. ففي تراجعات بتحصل على العقود الاجله بره، او المضاربه بمعنى ادق على الجنيه بره مصر. في الوقت الحالي برضو في تراجعات بتحصل في السوق الموازي، كل يوم بيحصل تراجع في سعر الدولار امام الجنيه المصري في السوق الموازي. نيجي لاخر حاجه بالنسبه للجنيه المصري وهو مؤشر جي بي مورجان للعملات اللي بيقول ان الجنيه المصري بيتم تداوله حاليا باقل من قيمته الحقيقيه بحوالي 13%. يعني لو حضرتك حسبتها ان المفروض يتم تداول الجنيه المصري حاليا عند مستويات ال 27 جنيه. طبعا ده بيعكس الضغوط المؤقته اللي موجوده في الوقت الحالي نتيجه للظروف اللي طبعا حضراتكم كلكم عارفينها. نيجي بقى لاخر الاخبار والتصريحات، وهو تصريحات رئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في قمه من اجل ميثاق مالي عالمي جديد اللي بتقام في باريس النهارده، وبيتكلم ان الاثر التراكمي للازمات العالميه هو التحدي اللي موجود في الوقت الحالي، وان مصر كانت بتطبق برنامج اصلاح اقتصادي من عام 2016 ونفذت كل الاهداف بتاعتها فيه، بس تعاقب وباء كوفيد 19 مع الحرب الروسيه الاوكرانيه ضيع تقريبا كل الاثار او كل النتائج الجيده بتاعه البرنامج ده، وان المؤسسات الدوليه او مؤسسات التمويل الدوليه بمعنى ادق لازم انها تتفهم وضع مصر والدول اللي زيها، وان لازم دلوقتي يتم اعاده هيكله النظام المالي العالمي، وان يتم اعاده النظر في المخصصات الخاصه بصندوق النقد الدولي والغاء او تعليق الرسوم الخاصه بصندوق الازمات. دي اخر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد كده في مشروع قانون صدر من مجلس الوزراء بالغاء كافه الاعفاءات الضريبيه والرسوم اللي بتتميز بيها جهات الدوله اللي بتمارس انشطه استثماريه واقتصاديه في الفتره القادمه، زي مثلا ضريبه القيمه المضافه ل 14%، الضريبه العقاريه ل 10%، تعريفات او رسوم الاستيراد او تعريفات الاستيراديه، وغيرها من الرسوم اللي كان في اعفاءات بتتم للجهات الحكوميه وبتدي لها افضليه على القطاع الخاص.
تم الغاء الكلام ده كله او في مشروع قانون بالغاء الكلام ده كله ما عدا الجهات اللي ليها اتفاقيات دوليه او اللي بتقدم خدمات اساسيه. كده خلاص بقى في كده بيعزز التنافسيه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وده برضو بيبقى من ضمن الشروط اللي كان وضعها صندوق النقد الدولي في البرنامج اللي بيقدمه لمصر، ان يحصل تكافؤ ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وان يتم الغاء كافه الاعفاءات الضريبيه اللي موجوده على الجهات الحكوميه والجيش. ده تاني خبر. ثالث حاجه هو التصريحات اللي صدرت من الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس ان هيتم طرح 20% من شركه الرباط وانوار السفن في البورصه المصريه، وان ده طرح تجريبي، وان ممكن يتم طرح حصص اخرى بعد كده، واكد ان موضوع تاجير القناه او بيعها ده امر غير وارد. ده الخبر اللي بعد كده. نيجي بقى نشوف بقى ايه اللي بيحصل في الذهب عالميا ومحليا. بالنسبه لعالميا، النهارده انخفضت الاوقيه ب 20 دولار تقريبا، ووصلت قبل تصوير الحلقه مباشره عند مستوى 1913 دولار للأوقية. زي ما كلمنا مع حضراتكم قبل كده، في ضغوط بتحصل على الذهب نتيجة للبيانات اللي تصدر من الاقتصاد الأمريكي والشهادة جيروم باول اللي كانت موجودة امبارح والنهاردة أمام الكونجرس. فبالتالي حصل تراجعات بعد شهادة جيروم باول ان هو لا، لسه في مزيد من رفعات الفايدة هيتم في الفترة القادمة، وان لسه في طريق طويل لمكافحة التضخم. في نفس الوقت صدرت النهاردة بيانات اعانة البطالة الامريكية اللي سجلت 264 الف طلب اعانة بعد ما كان المفروض متوقعين 260 الف طلب. كل ده ضغط على الذهب ورجعه حوالي 20 دولار النهاردة، ووصل عند مستويات 1913 دولار الأوقية، ولسه متوقع ان هو ينخفض اكتر من كده لو البيانات فضلت في نفس الاتجاه ده، الا اذا صدرت بيانات اخرى في صالح الذهب. ده بالنسبة للمستوى العالمي. بالنسبة للمستوى المحلي، امبارح صدر قرار من وزارة التموين بمعاملة السبائك 100 جرام فأقل معاملة المشغولات والحلي، يعني هيبقى زيها زي المشغولات والحلي، هيبقى عليها مصنعية وهيبقى عليها ضريبة قيمة مضافة. السبائك اللي اكتر من 100 جرام مش هيبقى عليها اي مصنعية او اي ضريبة قيمة مضافة زي ما اتكلمنا. فده هيؤدي ان هيبقى فيه انخفاض في الطلب على السبائك في الفترة القادمة، لان معظم الناس اللي كانت بتشتري كانت بتشتري سبائك اقل من 100 جرام. ده اول حاجة. نيجي بقى على الناحية التانية، انت سعر الجرام عندك بيرتفع رغم انخفاض السعر العالمي ورغم صدور القرار ده، يعني كان خلاص عيار 21 بيلامس مستويات ال 2100 جنيه، ارتفع النهاردة لمستويات ال 2200. ده طبعا نتيجة كل عام وحضراتكم بخير، عيد الاضحى المبارك، وان بيبقى فيه الجواز ده موسم جواز زي ما بيقولوا، في اكتر من جواز بيحصل، فبالتالي الناس بتقبل على شراء الذهب، فده اللي بيؤدي الى ارتفاع سعر الذهب. بس متوقع ان بعد ما العيد ينتهي يبتدي يتراجع مره اخرى سعر الذهب بشكل كبير نتيجه للقرار اللي صدر ده ونتيجه للانخفاض اللي موجود في السعر العالمي. دايما انا بتكلم مع حضراتكم ان الذهب استثمار من متوسط الى طويل الاجل. في جدول دلوقتي هيطلع على الشاشه هيثبت لحضراتكم الكلام ده. لو بصيت على تعاملات الذهب هنا على مدار يوم، على مدار 30 يوم، هتلاقي ان هو محقق خساره. على مدار 6 شهور هتلاقي في مكاسب حوالي 7% تقريبا، على مدار سنه في حدود 6%. لو جيت بصيت على مدار 5 سنوات هتلاقي ان هو تقريبا المتوسط السنوي بتاعه في حدود 10%، انما على مدار ال 20 سنه المتوسط بتاعه هيبقى في حدود 22%. عشان كده دايما بقول لحضراتكم بلاش المضاربه بالذهب، دي ممكن تحقق خسائر لحضراتكم. ان الذهب يبقى استثمار من متوسط الى طويل الاجل، والناس اللي اشترت الذهب على مستويات مرتفعه ما تبيعش دلوقتي علشان ما تخسرش، وتستنى عليه على مدار السنوات السعر بتاعه هيرجع يرتفع مرة أخرى وتعوض الخسائر المحققة في الوقت الحالي. ده ببساطة كده نتيجة اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي النهاردة وتحديده لسعر الفايدة، وهنتابع مع حضراتكم آخر التطورات في الفترة القادمة إن شاء الله، وهي آخر التصريحات والأخبار الاقتصادية الخاصة بمصر وبالنسبة للذهب عالميا ومحليا. ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي، يا رب اكون قدرت افيدكم بالموضوع ده، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تجيلكوا اشعارات الحلقات الجديدة، ولو الحلقة عجبتكم دوسوا لايك واعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد، ولو ما عجبتكش دوس ديسلايك وقول لي ايه السبب في التعليقات، يهمني جدا ان انا اعرف رأي حضرتك، ونشوفكم على خير، محمد رجب.